محاضرة جديدة معانا في منهج الفارماكولوجي لشعبة الطوارئ، والنهاردة موضوعنا عن الأدوية اللي بتعالج الجلطات أو drug therapy of thrombosis. chapter 7 تعالوا يعني إيه أساسا drug therapy treats thrombosis. هم الدراجز used to dissolve thrombus بمنتهى البساطة. طب ايه بقى مين هي الثرومبس دي؟ الثرومبس يا جماعة هي البلاد كلوت، ده اسم تاني ليها، او الجلطة. هي بلاد كلوت، ثرومبس، امبولاي، كل دي مصطلحات ممكن تسمعوها كلها تعني تجمع دموي، من عبارة عن مكون من حاجات اللي هنعرفها كمان شوية. جلطة متجمعة سد الفلو بتاع البلاد بتاعي، البلاد بتاعي مش هيقدر ان هو يعدي في الاماكن بسبب الانسداد اللي عاملاه الجلطة دي، سواء في الشريان او في ايه في فين وريد. هي دي طبعا دي piece of blood clot اهي embolus، هي دي اللي هي ايه تصغير الحتة الصغيرة اللي هي embolus traveling through the vein، طبعا ايه بدأت انها تتحرك منها، ودي طبعا ايه خطيرة جدا هنتكلم عليها كمان شوية. بصوا دي الامبولاي الكبيرة، دي قصدي الثرومبس الكبيرة، الجلطة الكبيرة الأساسية الرئيسية، تبدأ يكسر منها حتة ايه وتبقى اسمها ايه امبولاي او امبولس. خلاص تعالوا بقى ايه نشوف كده الفيديو مع بعض علشان نفهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتكون. دايما الفيديو انا بحبها عشان نفهم اللي بيحصل عشان اعرف هعالج ازاي كلوت فورميشن، ازاي الكلوت اساسا بتتكون، ازاي الكلوت بتتكون. Even under physiological conditions, a small tear can appear in the wall of a blood vessel. In order to prevent blood loss, platelets and coagulation factors such as the pivotal factor 10, acting in a coordinated manner, close this wound. طيب بيقول ان في عادي في حد طبيعي ما فيش اي مشكلة عنده ممكن يحصل جرح بسيط لأي سبب، جزء صغير جدا من جدار الأوعية الدموية يحصل فيه اي injury، وبالتالي زي ما بيحصل عندنا حتى في جلدنا الخارجي نفس اللي بيحصل في جلدنا هو اللي بيحصل داخل جدار الأوعية الدموية. علشان تخيلوا ان وعاء دموي وفي جرح، فاللي هيحصل البلاط هينزل منه، فمش طبيعي ان ده اللي يحصل، فبيحاول الجسم ان هو يعمل ايه، انه يسد الجرح ده وان هو يقفله. طب هيقفله ازاي؟ زي ما بيحصل على الجلد زي ما بيحصل داخل الجسم، يبدا ايه اول حاجه تتجمع عندي الصفائح الدمويه. خلاص الصفائح الدمويه دي شكلها مستطيلات كده زي ما انتم بتشوفوها، البيضه دي بتبدا ان هي تتجمع، والصفائح الدمويه دي هي اللي بتبدا تبعت اشارات لبقيه الحاجات ان هنا يا جماعه الحقوا في خطر، تعالوا ايه وحاولوا ان انتم تسدوا الفتحه او الجرح اللي حصل. خلاص تاني حاجه ان انتم شفتوها الملونين دول اسمهم coagulation factors. من هم coagulation factors اللي احنا هنتكلم عليهم طول محاضرتنا النهارده؟ هم عوامل التجلط. خلاص دول عوامل التجلط، دول بيصنعوا في الكبد وبيبقوا ماشيين في الجسم علشان زي ما قلنا اي حاجه تحصل هم اللي بيعملوا ايه، بيحافظوا على تجلط الدم او بيحافظوا على ان ما يحصلش اي فقدان للدم، يحصل تجلط في المكان ده علشان ما نفقدش الدم من الوعاء الدموي اللي فيه مشكله. تعالوا نكمل. على فكره فاكتور 10 هو الفاكتورز دي ليها ارقام، بس فاكتور 10 ده يعني هم 1 و2 و3 و4 وكتير جدا. فاكتور 10 هو ذكر ده لان في ادويه بتشتغل على فاكتور 10، وفاكتور 2 اللي هو ثرومبين هم دول اللي يهموني من الارقام واللي هنتكلم عليهم كمان شويه. The platelets are responsible for a first sealing of the tear. Then a number of coagulation factors are activated, leading to the formation of fibrin strands which stabilize the growing clot. الفكرة عندي ان اول حاجة لما بليتس تتجمع وتبدأ تنادي على الكواجيليشن فاكتورز علشان يحصل زي تجمع للار بي سيز او الكرة الدم الحمراء اللي انتوا شايفينها دي، يبدأ بقى ايه، طب يا جماعة دي حاجات كلها عبارة عن خلايا يعني، والدم ماشي ممكن ياخدها في سكته، ايه اللي يخليها ويثبتها؟ الحاجتين بقى اللي ايه اللي هم معروفين بقى اللي هم الفاكتورز اللي يخلوا الحاجات دي تثبت في مكانها، بيعملوا عليها زي شبكه زي ما انتم شايفين كده، اللي هم الثرومبين والفايبرين. خلاص دول بيعملوا الشبكه علشان يمنعوا ان الجلطه تتحرك من مكانها. These processes can also be triggered inappropriately and play a major role in the pathology of ACS, VTE and AF. Thromboembolic disorders can affect both types of blood vessels.
Arterial or white clots are primarily triggered by the rupture of an atherosclerotic plaque. Arterial clots are platelet rich. Venous or red clots, on the other hand, mainly consist of red blood cells and fibrin. Vascular injury, hypercoagulability of the blood, and venous stasis play a crucial role in their development. وهنا بيفرق لكم يا جماعه بين الجلطات اللي بتحصل في الشريان وفي الوريد. الجلطات ممكن تحصل هنا او هنا في الشرايين زي الشرايين التاجيه اللي خدناها في اول محاضره خالص اللي هي الانجينا، في الاورده زي اللي بتحصل مثلا جلطه الرجل لو تسمعوا لنا، لو حد مش بيتحرك لمده طويله وكده ده بيقول لك ده جاله جلطه في رجله، ودي خطورتها انها ممكن كمان تبعت على الرئه بالمونري امبوليزم. كل ده ايه ممكن يحصل في الاورده، يبقى يحصل كده او يحصل كده، في اختلافات طفيفه ما بينهم ان دي فيها بليتلتس اكتر، الارتيريا فيها بليتلتس اكتر، الثانيه فيها ايه كور دم حمراء اكتر. It is important to note that the formation of both types of clots, arterial and venous, always involves platelets as well as coagulation factors. نصوص رومبن ده المهم بالنسبه لي وفاكتور تمتا. طيب تمام، اتمنى يكون الفيديو وضح اي حاجه. نكمل مع بعض بقى المحاضره وندخل في الانتيكواجولانتس، مضادات التجلط، نفهم كده ايه يعني معنى ايه كل مصطلح يا جماعه. ودي في انتي بليتلت اتكلمنا عليه قبل كده زي الاسبرين، خلاص هنتكلم عليه تاني في النون ستيرويد. انا بتكلم هنا على مضادات التجلط، انتيكواجولانت بيمنعوا مين؟ بيمنعوا الكواجوليشن فاكتورز، الحاجات اللي هي بتطلع من الليفر اللي انتوا شفتوهم، الحاجات الملونه دي ما لهمش دعوه بالبليتلتس، ليهم علاقه بالايه بالكواجوليشن فاكتورز. الانتيكواجولانتس بقى كان ليهم تقسيمه يا اما بارنترال يا اما اورال، يعني عن طريق الحقن او عن طريق الفم. زي مين؟ عن طريق الحقن المشهور جدا جدا كلنا عارفينه الهيبارين، وحاجه ثانيه اسمها لو موليكولار ويت هيبارين. لو موليكولار ويت هيبارين خلاص يعني قريبه كده، بس هنعرف ايه الفرق ما بينه. والدواء الاحدث نسبيا اللي هو الفوندا فارينوكس، في انواع كتير بس مالناش دعوه مش عايزين نزود عليكم. الاورال وارفرين اشهرهم اللي هو الماريفان، هنتكلم عليه بالتفصيل، والنوعين دول جداد وغاليين جدا فمش منتشرين قوي استخدامهم، لكن في المستقبل اكيد ليهم مستقبل. حاجه اسمها ريفاروكسيبان وحاجه اسمها دابي جاتران. بارنترال انتيكواجولانتس اول حاجه واللي هو مهم جدا عندنا وكلكم هتشوفوه اللي هو الهيبارين. الهيبارين بيشتغل ازاي؟ الميكانيزم بتاعه ازاي؟ اندايركت ثرومبين انهيبيتورز. هما ايه الهيبارين؟ اندايركت يعني غير مباشر، هنشوف ازاي فارماكولوجيكال اكشن. طب تعالوا نشوف الرسمه وبعدين نقرا الكلام. بصوا يا جماعه، جسمي بشكل طبيعي جدا عشان احنا اتفقنا ان ربنا خلقنا دايما في حاله من الاتزان، فربنا دايما بيخلق لنا حاجات ايه تظبط جسمنا لو في حاجه. فهو ربنا خلقنا بانتي كواجلون طبيعي خالص اسمه الانتي ثرومبين. هو مين الثرومبين ده يا جماعه؟ فاكرين اللي احنا كنا شايفين اللي بيعمل خيوط ده؟ اللي بيعمل خيوط ده اسمه ايه؟ ثرومبين. ده اللي هو فاكتور 2، ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل الخيوط عشان تثبت الجلطه. تمام، ف عندي حاجة ربنا خلقها لي طبيعي في جسمي اسمها انتي ثرومبين، عشان حتى لما في جلطة شوية وايه ويفكها، مش جلطة مش هتفضل موجودة على انسان طبيعي. فالانتي ثرومبين الموجود ده عندي بيلف في الدم، يجي الهيبارين. بصوا اسمه انفراكشنيتد هيبارين عشان هو طويل جدا كايه كستراكشر اوف مونيكل، هو شكله ايه؟ بصوا ايه طويل جدا. ف الانتي ثرومبين ده الهيبارين يقوم ماسك فيه يعمل له اكتيفيشن. يعمل له ايه اكتيفيشن؟ يقول له تعالى هنا ايه صحصح معايا كده وتعالى نعمل شغلتك اللي انت كانتي كواجلانت، يلا بينا ايه علشان احنا عايزين نكسر ايه الثرومبين، عايزين نمسك في الثرومبين علشان ايه ما يروحش ويعمل لي جلطه. خلاص يبقى انا عايز ايه؟ مش عايز الثرومبين يعمل الشغل بتاعه، فهعمل ايه؟ فهمسك الهيبارين يقوم ايه واخد كده الانتي ثرومبين من ايده، يقول له تعالى كده حبيبي تعالى، ويمسك في الثرومبين. بصوا اهو الثرومبين اهو شكله هيدخل ايه في الحته بتاعت الانتي ثرومبين ده، يقول له تعالى بقى ايه امسكك كده. بصوا يقفل عليه كده ويخليه ايه ما يشتغلش خلاص. وفي نفس الوقت بيشتغل على فاكتور 10 برضو احد عوامل التجلط، برضو الانتي ثرومبين بيمسك فيه ويمنع تكون الجلطه. خلاص ده كده الميكانيزم اوف اكشن اوف هيبارين. طيب نيجي بالمره ناخد اللو مولكيولار ويت هيبارين. هو ليه يعني ايه اللو مولكيولار ويت هيبارين؟ عارفين يا جماعه الكريكسان، هو ده الكريكسان. الكريكسان اللي هو ايه اسمه العلمي انوكسابارين،
اخترعوه ليه؟ علشان لقوا الهيبارين دي مشاكل كتير وهنعرفها، فشالوا الجزء اللي ملوش اي لازمه ده من الهيبارين، فعشان كده اسمه لو مولكيولار ويت، عشان هو ايه اخف منه في الحجم الذري بتاعه، فايه شالوا منه الجزء اللي ملوش لازمه. وبرضه بيشتغل بنفس الطريقه، بيعمل اكتيفيشن للانتي ثرومبين بحيث انه يمسك فيه فاكتور 10. خلاص تعالوا بقى نقرا الكلام اللي مكتوب. combines with anti thrombin، يتحد مع الانتي ثرومبين اللي هو natural anticoagulant factor forming heparin anti thrombin complex. complex يعني ايه؟ مركب. مركب الاثنين مع بعض، الهيبارين والانتي ثرومبين، شفتوا كده مسكوا في ايد بعض سوا مسكوا الاثنين مع بعض علشان يعملوا ايه بقى؟ accelerates the inhibitory effect of anti thrombin، يسرع من الايه الاكشن اللي بيمنع الايه الثرومبين عندي والفاكتور 10 ان هم يحصل لهم اكتيفيشن ويروحوا يعملوا لي ايه جلطات. تمام، ايه دي الانتي ثرومبين. تعالوا بقى نتكلم شويه على الفارماكوكاينيتكس بتاعه الهيبارين. طبعا هو ايميديت اونست، سريع افتر اي في انجكشن، لكن في نفس الوقت دايما قلنا الحاجه السريعه بتبقى قصيره. خلاص مفيش حاجه بتكمل يا جماعه والله، يعني مفيش حد في كل الصفات الكامله، فده ايميديت سريع لكن في نفس الوقت شورت ديوريشن من 4 ل 6 ساعات. 80% منه بيبقى ميتابولايزد في الليفر في الكبد بانزيم اسمه هيبارينيز، عشان كده هو ايه بيكسر بشكل سريع جدا. الهيبارينيز ده بيطلع يقوم مكسر الهيبارين تك 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 وايه ويقلل وجوده في يقلل من وقت وجوده داخل الدم. 20% منه بيطلع عن طريق الكلى، ما بيعديش البلاسينتا. مهمه بقى المعلومات دي بالنسبه لي، بصوا عندكم صوره واحده حامل واحده بترضع مش بيعدي البلاسينتا. ما هي البلاسينتا؟ المشيمه. المشيمه طبعا هي ايه بيبقى الجزء اللي مليان اوعيه دمويه اللي بيوصل من الام للبيبي، بتوصل له الدم والاكل وكل حاجه. فالادويه عندي لو بتعدي بلاسينتا يبقى ما ينفعش اديها في الحمل، ما بتعديش يبقى اوكي اعديها في الحمل. هو ما بيعديش ليه؟ كبير قوي قوي يا جماعه، البلاسينتا مش هتعدي كل الموليكيول ده. فا اهو بصوا هاي موليكيولار ويت، وفي نفس الوقت ما ايه ما بيطلعش في اللبن. فالام لو عندها مشكله جلطات، وكتير قوي من الستات الحوامل لما بتبقى مضطره انها تقعد في السرير وما تتحركش، فممكن وارد طبعا يحصل لها جلطات. فبنديها ممكن بنديها بقى اللي هو اللو موليكيولار ويت هيبارين اللي احنا هنتكلم عليه. فهو بالنسبه لي امن في حمل وفرضاع. طيب بيتاخد ازاي؟ routes of administration doses. الهيبارين يا جماعه بما انه هو ايه بروتين، فمعظم البروتينات او كل البروتينات بتتكسر في المعده، وبالتالي مش هلاقي هيبارين اقراص، مش هلاقي انسولين اقراص. الحاجات اللي هي موجوده اللي هي بتبقى انزيمات او بروتينات عامه بشكل عام بتتكسر في المعده، فهنلاقيها انها موجوده دايما في هيئه انجكشن. عندي اهو تركيز اي بي بولس 5000 انترناشونال يونت، دي وحده قياسه مش بالملي جرام، بالانترناشونال يونت. اي يو دي يعني انترناشونال يونت. ادي بقى اي في بولس اول حاجه، اتفقنا بولس دي اللي هي البوش الاولانيه كده، بدي 5000، وادي بعد كده انفيوجن على مدار طويل في اليوم 1000 انترناشونال يونت بير اور، كل ساعه ادي له ايه بالمعدل ده. جايدد باي اي بي تي تي، يعني ايه بقى؟ هنشوف السلايدز اللي جايه. طيب لو هدي سبكيوتينيوس ممكن تحت الجلد 5000 انترناشونال يونت. low dose of heparin for prophylaxis، علشان prophylaxis يعني ما يحصلش جلطات تاني. 2 hours pre-operative قبل العملية and every 12 hours post-operative for 5-7 days. يعني المرضى اللي هم داخلين عند عاملين بقى داخلين علشان يسلكوا الجلطات يعملوا قسطرة والكلام ده، ادي ساعتين قبل العملية وبعد كده كل 12 ساعة بعد العملية لمدة 5-7 ايام. Heparin should not be given by intramuscular injection IMI، يعني intramuscular injection as hematoma may occur. مهم قوي قوي بالنسبه لكم طبعا، دي حته فنيه في شغلكم، محدش يحقن الهيبارين ابدا في العضل، يا subcutaneous يا ايه يا اي في. هيماتوما يعني ايه؟ طبعا تجمع دموي، يعني عارفين ان هي بتبقى كلكعه كده. طيب ايه بقى الاي بي تي تي اللي احنا جبنا سيرته ده وايه اهميته بالنسبه للهيبارين؟ ده يا جماعه اللي بعمل بيه كنترول اوف ثيرابي. عارفين يا جماعه انا بدي الهيبارين ده وانا بقى مش شايفه هو جوه بيعمل ايه والدم بقى وصل لايه، انا هعرف منين؟ من تيست في المعمل. خلاص عيني اشوف بيه حاجه اشوفها بعيني عشان اعرف انا اللي بديه ده صح ولا غلط، عامل الايفكت بتاعي ولا الموضوع زاد عن حده ولا قليل فلازم ازوده. خلاص يبقى دي فكره ان انا اي انتي كواجرين بحاول ان انا اشوف حاجه بعيني اقدر اراقب بيها العلاج بتاعي ده
انا متضايق صح ولا غلط. اوكي فجايدد باي اي بي تي تي يعني انا براقب الرقم ده, الرقم المعملي ده انا هقول لكم عباره عن ايه دلوقتي علشان اشوف والله في الرينج المظبوط بتاعي يبقى انا تمام. قليل لا, اكتر لا, خلاص. يبقى الاكتيفيتد ايه هو الاي بي تي بارتشر ثرومبوبلاستين تايم, اكتيفيتد بارتشر ثرومبوبلاستين تايم دي حاجه بنقيسها في المعمل. الاي بي تي تي بسحب عينه من الدم ولازم تكون as kept should be kept as close as possible to twice normal value. يعني ايه الشخص الطبيعي بتاعي ان هو المفروض ان انا لما اجي اقيس له الاي بي تي تي ده, طبعا انا باخد عينه من الدم وبراقب سرعه التجلط وبراقب وبقدر اعرف الاي بي تي تي ده قد ايه, خلاص. المفروض ان انا التجلط بتاعي يحصل في الدم من خلال 30 ل 35 ثانيه في الشخص الطبيعي. طيب هو الراجل اللي انا مديه انتي اجرين ده شخص طبيعي؟ لا, ده شخص عرضه للجلطات, شخص ايه معرض لحدوث جلطات, وبالتالي فانا مش عايزه النورمال, انا مش عايزه النورمال ده, انا عايزاه ضعف النورمال. انا لازم اخلي الدم بتاعه سائل اكتر من اي شخص طبيعي منعا او تفاديا لحدوث الجلطات. اوكي يبقى انا عايزاه من كام يا جماعه؟ من 60 ل 70 ثانيه, تمام كده. كمان ايه اللي تاني بقيسه في كنترول اوف ثيرابي؟ البليتلتس كاونت افري 2 ل 3 دايز. هنعرف ليه بقيس الصفائح الدمويه كل يومين لثلاثه. ادفيرس افكت, السايد افكتس بقى او الحاجات السيئه من الهيبارين. هيبارين يا جماعه بيبدا بحرف الاي الاتش, خلاص يبقى عندي اربعه من السايد افكتس بحرف الاتش عشان تحفظوهم. خلاص اول حاجه هيمرج, خلاص بقت قاعده عندنا اي حاجه زايده عن حدها بتتقلب ضدها. هو اساسا انا هدفي انه يعمل سيوله, السيوله زياده عن اللزوم تعمل لي ايه؟ نزيف. خلاص هيمرج يعني نزيف. هير لوس الوبيشيا يعني صلع زي ما انتم شايفين كده في الصوره. هيماتوما لو اتاخد بالاي ام انترماسكولار انجكشن زي ما اتفقنا. هايبر سنسيتيفيتي حساسيه بتحصل ناس كتير. اوستيوبوروزس هشاشه في العظم, دي بقى مهمه قوي. ثرومبوسايتوبينيا يعني ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا عشان ده مصطلح مهم وممكن تسمعوه كتير. ثرومبوسايتوبينيا يعني البليتلتس بتاعتي بتقل, خلاص البليتلت كاونت بتاعي بيبقى قليل, ده طبعا حاجه مش صح, لازم البليتلت كاونت بتاعي يبقى مظبوط. ف الثرومبوسايتوبينيا ده سايد افكت من الهيبارين وبيخلي احيانا لما بيكون سيبير اضطر ان انا ما اقدرش ان انا استخدم هيبارين, فلازم عشان كده بقول لكم ان احنا بنقيس البليتلتس من كل يومين ثلاثه. بعالج ازاي الثرومبوسايتوبينيا؟ بدي هيبارين و سوري انا اسف بوقف الهيبارين وبدي دواء تاني اللي هو اسمه فوندابارينوكس, ده اغلى وهنتكلم عليه كمان شويه, لكن مش بيعمل ثرومبوسايتوبينيا. خلاص انا بستبدله هنا لو المريض حصل له ايه العرض الجانبي اللي هو الثرومبوسايتوبينيا. نيجي بقى للايه الاشهر والاكثر استخداما, ال ام دبليو اتش اللي هو اللو موليكولار ويت هيبارين. في عندي نوعين, دلتا بارين وانوكسا بارين. الانوكسا بارين هو الكليكسان, طبعا عارفين بقى التركيزات بتاعته 20 و40 و60 و80 دي التركيزات بتاعته. طبعا هو بريفيل سيرنج, السرنجه معبئه من جاهزه سبكيوتينيوس, بتبقى جاهزه بالجرعات بتاعتها على حسب طبعا التركيز اللي انا بديه هعرف ايه ادي قد ايه. advantage of low molecular weight heparin. ليه بقى احنا اتفقنا ان اخترعنا دايما لما حاجه بيبقى فيها مشاكل او ايه احاول اطورها واخترع حاجه اتفادى بيها المشاكل؟ طبعا نفس الفاعليه ونفس الكفاءه بتاعه الانفراكشنيتد هيبارين, تمام. لما بديه سبكيوتينيوس بيبقى باي افيلابيلتي بتاعته, يعني ايه باي افيلابيلتي؟ يعني وجوده في الدم, خلاص امتصاصه بيبقى بشكل كويس قوي في الدم, فتمام معايا سبكيوتينيوس يبقى كويس. وقصة السبكيوتينيوس دي يا جماعة بتنفع ان المريض يديها لنفسه في البيت, في ناس كتير بتاخد كليكسان في البيت مش محتاج ان انا اروح مستشفى. لونج تي هاف يعني ايه بقى؟ لونج تي هاف عملناها كذا شابتر قبل كده. لونج تي هاف يعني دي المدة اللي بياخدها نص كمية الدواء ياخدها علشان ايه؟ يخرج من الجسم. طيب تفيدني بايه؟ قلنا لو دواء ليه شورت تي هاف يبقى معنى كده بيخرج بسرعة من الجسم, لو حاجه ليها لونج تي هاف لا بيقعد معايا مده, فبالتالي مش مضطر اديه كل شويه. اهو جيفن سبكيوتينيوسلي وانس اور توايس عشان هو ليه لونج تي هاف, مش كل بقى شويه حديه زي ايه؟ فاكرين الهيبارين قلنا ايه؟ رابيد لكن شورت اكتنج 4 ل 6 ساعات, فكل شويه مضطر ان انا اديله ايه؟ جرعه لو بدي سبكيوتينيوس او اعلق له انفيوجن.
فما حدش بياخد هيبارين في البيت، انما ده باخد مره او مرتين في اليوم كله. ده ثرومبوسايتوبينيا بيعمل بس اقل بكتير، بالنسبه اقل بكتير من الهيبارين. وده اوستيوبوروسيس برضو هشاشه اقل، less risk of bleeding، قليل لما يحصل من نزيف برضو مش هدي اي ام خلاص. do not massage the site after subcutaneous، يعني ما اقعدش ادلك انا بعد ما ادي الحقنه، ما ادلكش اسيبها عشان هيحصل لها absorption على مهلها. rotate injection site keeping a record of sites used، اتفقنا دايما subcutaneous injection احاول ان انا ايه ما اديش مكان واحد، اقعد اعمل rotation كده كل شويه علشان واحفظ انا اديت فين. اراقب طبعا platelets واشوف لو في signs of bleeding، و check IV infusions regularly for underdosing and overdosing، لو حد هياخده IV يعني اتاكد ان هو مش واخد ايه جرعه قليله ولا كبيره. طيب الهيبارين انتيدوت بقى، ميزه للهيبارين ان لا قدر الله لو انا عندي overdose حصلت لاي سبب ما عندي ليه انتيدوت. انتيدوت يعني ايه؟ ترياق، حاجه الايه اللي بتعكس المفعول بها الدواء. الترياق بتاعي هنا اسمه بروتامين سلفيت، اسمه التجاري بروتام. مهم قوي ان انا اعرف الانتيدوت بتاعت الحاجات. highly basic with low molecular weight carrying electro positive charge، ده معلومات عن البروتامين. neutralize heparin يعني زي بيبطل مفعوله، خلاص بيبطل مفعول البروتامين الهيبارين. كل واحد ملي جرام من البروتام او البروتامين بينيوترالايز بيمنع مفعول 100 انترناشونال يونت هيبارين. يعني ايه بقى يا جماعه؟ يعني دلوقتي انا بشوف انا خدت زياده قد ايه، زي مثلا اخدت 500 انترناشونال يونت زياده من الهيبارين، هعمل ايه او مدياله ايه؟ 5 مللي جرام من البروتامين. دي الحسبه اللي احنا بنحسبها، كل 100 زياده حدي قصادها ايه؟ 1 مللي جرام من البروتامين. partially antagonize low molecular weight heparin، اتفقنا ان لو كليكسان او حاجه ممكن يعني فعاليه مش 100% بس بيقدر ان هو يساعد، لكن ملوش اي علاقه بالفوندابارينوكس خالص اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه، ودي شويه انتي كواجلنت افكت فبلاش اوفر دوز منه، فخلي بالي برضو لان شويه ليه انتي كواجلنت افكت، يعني هو كمان ممكن يعمل سيوله. الفوندابارينوكس اتكلمنا اللي احنا جبنا سيرته من شويه اللي هو اسمه ايه؟ اركسترا. اركسترا برضو بريفيل سيرنج غالي، ما بيشتغلش خالص على زي الهيبارين ولا اللو موليكولر ويت هيبارين، ما بيشتغلش على الانتي ثرومبين الموجود في الجسم بشكل طبيعي، لكن بيشتغل على فاكتور 10. فاكتور 10 ده عباره عن كواجيليشن فاكتور اتفقنا، وليه دور مهم قوي في تكوين الجلطات، فبمسك فيه علشان ما كونش الجلطه. بص اكس اي دي يعني 10 ها باللاتيني 10 اي يعني. long duration given once daily subcutaneous، نفس قصه الكليكزان. used in venous thromboembolism heparin induced thrombocytopenia، جبنا سيرتها في الهيبارين. لو حصل لي مشكله البليتلتس بتاعتي وقعت بسبب الهيبارين ادي على طول ايه؟ الفوندابارينوكس، ما بيعملش هذا السايد افكت. قلنا ان هو مش بيانتاجونايزد بالبروتامين، البروتامين ملوش تاثير عليه. requires less monitoring than heparin، مش محتاجه بقى اقعد ايه اراقب البليدنج واراقب البليتلتس واراقب الاي بي تي تي، ما فيش بقى كل القصه دي، امن الى حد كبير. مشكلته انه غالي بصراحه. اورال انتي كواجولانتس الورفرين، خلصنا البرنترال خدنا 3 انواع، ندخل على الاورال او الحاجات اللي بتاخد بالفم. اشهر دواء هو الماريفان او الوارفرين، الاسم العلمي وارفرين، الاسم التجاري ماريفان. ميكانيزم اوف انتي كواجولانت اكشن، انهبيشن اوف فيتامين كي اكتيفيشن وانهبيشن اوف كلوتينج فاكتورز، الارقام الكتير اللي احنا مش عايزين نحفظها دي. ايه بقى القصه؟ فيتامين كي، فيتامين كي، خلاص فيتامين كي عشان نحفظها كده، كي كواجوليشن، كي كواجوليشن احفظوها كده، كي شبه كلمه كواجوليشن، يبقى فيتامين كاف ده او فيتامين كي مسؤول على طول عن الكواجوليشن، خلاص مسؤول ان هو يعمل لي تجلط، بيعمل اكتيفيشن بقى كتير لكتير من الكلوتينج فاكتورز او عوامل التجلط. طب انا مسكته، لو انا خلاص مسكته يبقى انا كده ايه؟ منعت الكواجوليشن انه يحصل، وبالتالي بمنع كل بقى الفاكتورز دي 2 و7 و9 و10.
اهو oral antifungals بيمنع فيتامين كي الانزيم اللي بيعمل اكتيفيشن للفيتامين كي, فبالتالي يعني بيقلل الفيتامين كاف اللي هو بيعمل اكتيفيشن كتير من الكلوتينج فاكتورز. وارفرين ده يا جماعه بصحه دواء غلس قوي بصراحه يعني, برضو من الحاجات اللي لازم يبقى عيني على المريض وانا بدي وارفرين. بيمتص الاورال بشكل كويس, بيمسك فيه البروتين 99% بيمسك في البروتين تمام, مش بيمشي كده لوحده في الدم, دايما ماسك في البروتين. بيتكسر جوه الليفر وبيطلع بالكلى ماشي. delayed onset with long duration, مش بيشتغل على طول, بيفضل كام يوم عقبال ما يشتغل, حوالي 6 ايام يعني. برضو انا مش اول ما حد الورفرين هيعمل ايفكت بتاعه, فعشان كده بعمل حاجه اسمها overlapping, يعني بمشي شويه هيبارين وخلي المريض يبدا في الورفرين وبعدين اسحب الهيبارين واكمل بالورفرين تمام. دي الطريقه اللي هم بيبداوا بيها الانتي كواجولانتس يعني. بيعدي البلاسينتا يا جماعه, حاجه اسمها كاتيجوري اكس, يعني بيعمل تشوهات في الاجنه, ما ينفعش خالص واحده حامل تمشي على الورفرين ابدا ابدا. او كوز ذا بيرث ديفكتس, حامل واحده حامل لا, لكن ما بيعديش في اللبن, فا اتس اوكي ان واحده بترضع تاخد ورفرين. ببدا بلودنج دوز زي ما اتفقنا, جرعه اللي بدخل بيها من 5 ل 10, وبعد كده اكمل بمينتنس دوز من 5 ل 7 اكوردنج تو اي ان ار. مين بقى الاي ان ار؟ فاكرين الهيبارين قلنا بشوفه بايه؟ بالاي بي تي تي, بالاي بي تي تي براقبه. اما بقى البروثرومبين تايم, البروثرومبين تايم برضو نفس الفكره, بسحب عينه الدم وبعمل حاجات معينه واراقب هتتجلط في قد ايه. ف should be kept as close as possible twice the normal. التانية كانت twice the normal, كان التانية النورمال بتاعنا ايه؟ من 30 ل 35, وانا عايزاها الضعف. هنا نفس القصه, لكن هنا بي تي بروثرومبين تايم فقط, وبالتالي انا عندي النورمال بتاعي 12 ثانية, يبقى انا عايزاه على الاقل او حوالين رقم 24 خلاص. لكن صراحة الورفرين الاهم عندي واللي ببص عليه دايما حاجة اسمها الاي ان ار. مين الاي ان ار ده؟ نسبة بقى قعدوا يقيسوا حاجات كده على بعض, سموها انترناشنال نورماليزد ريشيو, هي نسبة حاجتين كده فوق بعض, ما علينا من التفاصيل, بس هو اسمه اي ان ار, رقم في المعمل برضو. بقول لو سمحت عايز الاي ان ار بتاع المريض ده, فالرقم عندي بيطلع مفروض من 2 ل 3 في العادي, لا مفروض من 1.5 ل 2 او كده, 1 ل 2 لو شخص طبيعي, لكن شخص معرض للجلطات انا بحب دايما ان الرقم بتاعي يبقى ما بين ايه؟ 2 ل 3. طب اقل من كده؟ لو هو اقل من كده يبقى العلاج بتاعي جايب نتيجه؟ لا, يبقى انا محتاجه ان انا اعلي الجرعه. ايوه محتاجه اعلي الجرعه خلاص. طب لو زياده قوي قوي عن اللزوم؟ لا, ده كده وانا معرضه للمريض بتاعي ان يجيله نزيف خلاص. يبقى دايما بحبه انه يقع في هذا الرينج من 2 ل 3. Antidotes for oral anticoagulants. طيب لو انا حصل ان حد خد جرعه عاليه من الوارفرين نعمل ايه ساعتها؟ بندي فريش فروزن بلازما, بديله انا بنقل له دم من عندي عشان طبعا منع الحدوث نزيف, وبدي فيتامين كي اللي هو اساسا كان بيكسره, فبدي انا فيتامين كي من عندي. طبعا سايد افكتس هيموريدج خلاص حاجه منطقيه. سكين نكروزز, نكروزز اتفقنا يعني ايه. تراتوجينيك اتفقنا ان هو بيعمل تشوهات في اي واحده حامل, يعمل تشوه في الجنين. ديس ادفانتج مساوئه ايه؟ delayed onset, بياخد 2 ل 3, required for depletion of already formed coagulation factors, يعني already انا ببقى عندي coagulation factors متصنعة في الجسم, فعقبال ما يكسر هو بقى مش بيكسرها, هو بيمنع حدوث بتكوين الجداد, فاوريدي انا عندي في coagulation factor لسه موجود, فبالتالي ايه بيتاخر عندي, فلازم اعمل ايه overlapping زي ما انا لسه شرحها لكم من شويه. narrow therapeutic index, كده نسترجع بالذاكره, ايوه يعني اللي هيفتكر مين اللي كان narrow therapeutic index في المحاضرات اللي فاتت هيبقى شاطر. حاجتين, ديجوكسين وثيافلين معانا اهو, كمان اخوهم الثالث وارفرين خلاص. ديجوكسين ثيافلين, ديجوكسين ده قلناه في الايه؟ في الهارت فيلير وفي الاريزمي, وثيافلين ده قلناه فين؟ في الازمة. نيجي للدواء الثالث اللي هو الايه؟ الوارفرين. مش هقول تاني يعني ايه نارو ثيرابيوتيك اندكس بقى خلاص. ريكوايرز روتين مونيتورنج اوف كواجيليشن, لازم ابص على الاي ان ار على طول, وطبعا نيد دراج انتر اكشنز كتيره جدا جدا جدا. بصوا بصراحه يعني شايفه ان مش لازم قوي ان انتوا تبقوا عارفين كل الانتر اكشنز دي, يعني ممكن يهم effect is increased by, يعني احيانا بيبقى الايفكت بتاعه increased واحيانا الايفكت بتاعه decreased. بص هو معظم الانتر اكشنز جاي من موضوع قصه ان هو بيبقى ماسك في البروتين اللي في الدم ده,
وان هو كمان بيتكسر بانزيم معين موجود في الكبد. هي دي طرق الانتراكشنز يعني اللي بتحصل. فيعني بصوا شويه مضادات حيويه هنا هنا اكيد فيتامين كي اكيد ده يعني اذا كان انا بمنع فيتامين كي لو اديت فيتامين كي من جوه اكيد ده هيعمل لي تعارض. اورال كونتراسيبتيف برضه لو ست ماشيه على حاجات منع الحمل ده increase the coagulation factors or contraceptives, فبالتالي لما يزود the coagulation factors هيعمل ايه؟ هيقل الايفكت بتاع الوارفرين. ماشي دي يعني ممكن ايه تبقى مهمه. رقم 3 هنا ورقم 3 هنا اللي هو المضادات الحيويه broad spectrum interfere with senses of vitamin K, علشان انا عندي في بكتيريا معينه بتبقى قاعده في الانتستين هي دي اللي بتصنع الفيتامين كيف خلاص. فانا لو انا حدي مضاد حيوي هقوم مموته البكتيريا دي, فبالتالي فيتامين كيف هيقل خلاص, فده يساعد الورفن وما يساعدوش يساعده لان هو اساسا بيكسر الفيتامين كيف. بس هي دي الفكره. اما الاورال كونتراسيبتيف لا, لو تعرفوا كده ان احيانا بيحصل لواحده ماشيه على موانع الحمل بيحصل لها جلطات, لان ده فعلا الهرمونات دي بتزود الكواجيليشن فاكتورز, فده طبعا هيعارض في مع الايفكت بتاع الورفن. الاسبرين دي انتي بليتلت افكت ماشي بيزود برضو الفعاليه بتاعه الورفرين, بس كفايه كده يعني الباقيين مش قد كده. كونترا انديكيشنز, كونترا انديكيشنز اوف انتي كواجولانتس, ايه موانع استخدام الانتي كواجولانتس؟ طبعا لو عندي اي يعني زي حاجه increased risk of bleeding, عندي حاجه بتخلي فيه زياده في ريسك ان انا يحصل عندي نزيف, هيموفيليا. هيموفيليا ده مرض وراثي يا جماعه, بيبقى ما عندهمش فاكتور معين من الكوجوليشن فاكتور اسمه فاكتور 8. الناس دي بتبقى عايشه يعني عايشه ان هي لازم تاخد فاكتور 8 ده من بره, لو ما لقيتوش طبعا للاسف ممكن يؤدي الى الوفاه. برضو لو اي مشاكل في اي برين تروما او هيد انجري ده على طول معرض يجيله نزيف في المخ, لو انا اديت حاجات انتي كوجوليشن. intracranial hemorrhage برضو لو نزيف في المخ نفسه, severe hypertension ضغط دم مرتفع ده اساسا معرض يجيله برضو جلطات في المخ, فانا بخلي فيه سيولة زايدة في الدم فممكن اخلي فيه نزيف. threatened abortion الحمل المهدد, active peptic ulcer دي عندي قرحة في المعدة, عندي خرم في معدتي ده اكيد بيجيب دم, فانا حدي anticoagulant فالموضوع هيسوق معايا. active TB, TB يعني tuberculosis هو الدرن, وده برضو انتوا عارفين وتعرفوا يعني هو الناس اللي بتكح دم. allergy حساسية, كل دي موانع استخدام. protocol of anticoagulation بدي هيبارين في الاول اتفقنا, concomitant administration of oral anticoagulants يومين لتلاتة اللي هي الoverlapping اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية, before stopping الهيبارين guided by NIN. يبقى بدخل بهيبارين وادخل مع الورفرين يومين تلاتة او بسحب الهيبارين مكملة بالورفرين وعيني على الIN. مين بقى النيو اورال انتيكواجولانتس؟ الدوائين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو ريفاروكسيبان ودابيكاتريل. مور رابيد اونست اند اوفست يعني اسرع, بيشتغل على طول مش زي الوارفرين بيشتغل بشكل اسرع بكتير, مش محتاج ان انا ابص على اي ان ار, هم امن بكتير, ما لهمش دراج انتراكشنز كتير زي ما ايه الوارفرين دي. خلاص خلصنا الانتيكواجولانتس, اتكلمنا على اورال وبارنترال. وارفرين كاكزامبل على الاورال, ثلاثة في البارنترال هيبارين انوكسبارين وفوندابارينوكس, كل واحد قلنا مزاياه وعيوبه وبنراقبه بايه. مهم قوي في موضوع بنراقبه بايه, مهم البروتامين كانتيدوت, مهم المونيتورينج بتاع الهيبارين بالاي بي تي تي, اما الوارفرين بالاي ان ار وبراقب كمان البي تي. نيجي بقى للثرومبوليتكس, كل دول انتي كواجولانتس يا جماعه, دول بيمنعوا التجلط, لكن التجلط اوريدي حصل, هل ده هيعمل لي حاجه؟ مش هيعمل لي حاجه خلاص. دول بقى الادويه اللي احنا اتكلمنا عليها ان هم ثرومبوليتكس. قلنا ثرومبو يعني ايه؟ ثرومبوس اللي هي الجلطه نفسها, ليتك بتدوبها, يبقى دول ما ينفع يدوبوا جلطه اوريدي كونت لكن بشروط محدده زي ما هنشوف. بنسميهم فيبرينوليتكس او ثرومبوليتكس دراجز ذات كوز لايسز اوف كلوت, لايس او بيكسرها بيدوبها حته حته. فيبرينوليتيك ثيرابي should be started as soon as possible after the onset of thrombosis or embolism since they become resistant to lysis as they age. بالظبط احنا عارفين
كان حصل عندي جرح يعني حصل اي حاجه بره الجلد كاننا شايفينه من بره بالظبط. حصل لي خربوشه في الاول خالص. الخربوشه دي بتبقى لونها كده ايه روز فاتح واحنا شايفين كده الجلد وكل حاجه. مع مرور الوقت شويه بشويه بتبدا ايه تنشف وتعمل القشره تتحول شويه للون اغمق شويه على موف كده، وبعدين واحده واحده القشره تتحول لبني وبعدين تبقى اغمق اكتر لغايه ما ايه تبقى ناشفه خالص، وبعد كده ايه تقع لغايه ما ايه طبعا يكون الجلد التئم وتقع. ده بالظبط يا جماعه اللي بيحصل جوه. انا لو انا سبتها مده طويله هتبدا انها تنشف وتجمد، ومين بقى الدواء ده اللي هيقدر يدوبها؟ مفيش اي حاجه هتقدر تدوبها خلاص. عشان كده الوقت بتاعي كروشل كروشل يعني مهم جدا يعني اساسي. انا هحكم المريض ده هقدر اديله فيبرينوليتك ولا لا على اساس هو بقاله قد ايه حاسس بالاعراض خلاص. بنتكلم يا جماعه في 30 دقيقه يعني نص ساعه 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 ونص، ده يكون ايه كل ما بتاخر في الوقت كل ما بيكون نسبه النجاح ايه اقل بكتير. يبقى السون اسبوس. تعالوا بقى الفيبرينوليتكس او الثرومبوليتكس اهو. اكيوت ما بنستخدمها في اكيوت مايكاردر انفكشن طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه طبعا اللي هو في الكورونريز كان بيحصل ايه، بيحصل جلطه في الكورونري ارتريز. اكيوت اسكيميك ستروز، بالمونري امبولوس اللي هي جلطات في الرئه، كاثيتر اكلوجن يعني واحد اوريدي مركب قسطره. بصوا دي يا جماعه اللي هي البالون لو تسمعوا عليها، والقسطره الدعامه تسمعوا الدعامه بيدخل اهو كده بتدخل بشكل رفيع وبعد كده بينفخ البالونه دي وبعدين ايه ساحب البالونه تفضل الستنت ده او اللي هي الدعامه دي فاتحه ال الارتري بتاعي او الفين. بصوا هي دي فكره الدعامه، ان هي بص حاجه حديد بتخلي بتجبر الوول بتاع الارتري انه يفضل مفتوح خلاص، هي دي فكرتها. ف ممكن بقى اللي بيحصل عندي الموضوع ايه، ان الستنت او الكاثيتر بتاعتي او القسطره دي نفسها تتسد يكون عليها يعتبروها جسم غريب ويبدا يكون عليها جلطه هي نفسها. طبعا عشان كده بنمشي على مضادات تجلط يعني طول حياتنا وانتي بليتلت طبعا، بس احيانا بتحصل بتتكون برضو، فساعتها طبعا ممكن ادي فيبرينوليتك يدوب لي الجلطه. ارتيريال ثرومبوزس برضو يعني حاجه هتحصل في جلطه في الارتريز. مين بقى الفيبرينوليتكس؟ عندنا دواء مشهور قوي اسمه ستريبتوكينيز، ده الاشهر والاكثر استخداما والارخص، واليوروكينيز والاحدث منهم اسمهم التبليز، ده برضو الاشهر عندي اغلى بس برضو بيستخدموه كتير دلوقتي، والريتي بليز ده مش موجود قوي لكن التبليز والستريبتوكينيز هم اكتر الدوايين بيستخدموا. مشاكلهم طبعا بليدنج الرجيك رياكشن خصوصا في الستريبتوكينيز لان هو بيجي من مصدر طبيعي من بكتيريا، فبرضو ممكن يعمل حساسيه. الانتيدوت بتاعي للفيبرينوليتكس امينو كابرويك اسيد او ترانكزيميك اسيد، دول اللي هم زي حاجات الدايسينون والكابرون والحاجات دي، الكابرون والدايسينون بالظبط يعني. والكابرون والدايسينون دول هما ايه بيقللوا البليدنج. خلي بالي من ايه بقى، اي بي تي تي بي تي اي ان ار كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده نفس الكلام خلاص. during and after administration والهيموجلوبين طبعا. monitor vital signs frequently during and immediately after administration طبعا براقب المريض برضو عن قرب اشوف لو في اي signs of bleeding. الاماكن اللي انا دخلت منها برضو لا قدر الله بلاش نستخدم تورنيكي، تورنيكي اللي هو اللي انتوا تربطوا بيه طبعا عشان تدوا في الانترافينوس. while obtaining blood specimen يعني لو المعمل بيربط كده عارفين لما بناخد عينه بيقوم ايه رابط كده عشان يقدر يشوف الفين ويسحب منه ايه عينه الدم، لا ده لا يفضل في حالات ان حد واخد فيبرينوليتك. اتمنى يا رب يكون المحاضره واضحه وشكرا جزيلا ليكم.